انا عايزه اسمع حاجه بقى من رامي جيتار. نسمع ايه؟ انت اولا بتالف مقطوعات موسيقيه على الجيتار ولا بتعزف؟ في بألف وبعزف طبعا، وممكن كمان ايه بجانب الدراسه لازم طبعا يكون عندك رؤيتك انت الفنيه للمواضيع، حتى لما تقدم حاجه لازم تقدمها باسلوبك، فده طبعا بيختلف كتير. ف بجانب التلحين كمان. انا حاجه سبانش مثلا كده، هي قديمه قوي. اتفضل. Thank you.